خرطون اسم هذا المعرض لرسوم الكاريكاتير في صالة Edge of Arabia في لندن للرسام السوداني خالد البي. الاسم هو جمع لكلمة خالد وكلمة كرتون ويذكر باسم العاصمة السودانية. What's really unique about Khaled's style is that يتميز أسلوب خالد بالمزج بين قوة التعبير والطابع الخفيف، ويركز على الموضوع أكثر من الأشكال والألوان المعقدة. المعرض مناسبة للجمهور البريطاني للتعرف على مسائل تشغل العالم العربي كالثورات وحرية الرأي والعلاقة بين الجنسين، ولكن بأسلوب ساخر. صورة كتلك تعبر عن غياب حرية الرأي في السودان، وتعد من المواضيع التي يهتم بها صاحب المعرض. يؤمن خالد بمبدأ أن النضال لا يكون على أرض المعركة فقط، وإنما بأداء الواجب، ويولي الرسام اهتماماً للمواضيع السياسية والإنسانية التي لا تلقى اهتماماً في وسائل الإعلام. أعمال خالد البي قد تمثل تعبيراً عن الفكر العربي في دولة تعتبر من أول الدول التي استعانت بفن الكاريكاتير كأسلوب تعبير ونقد. إلي ملكي، BBC.